السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى كل المعجبين والمتابعين لقناة دكتور أشرف صياد، الزراعة المنزلية فن وجمال. النهاردة مع نباتنا الجميل اليوم، نبات الريحان. كيفية إكسار نبات الريحان؟ يتم إكسار نبات الريحان بطريقتين، إما عن طريق العقل أو عن طريق البذور. عن طريق العقل، كيف؟ نقوم باختيار عقلة مناسبة كهذه، ثم نقوم بقصها. تجهيز العقلة، نقوم بإزالة كافة الأوراق التي بالعقلة هكذا. هذه عقلة مناسبة بها تقريبا ما يقرب من 5 عودات. بنقوم بزراعتها كيف؟ نقوم بإحضار كوب بلاستيك به تربة مناسبة، أي نوع من أنواع التربة متوفرة لدي، ثم نقوم بسقيها. ثم نقوم بزراعة العقلة بحيث أن يكون في عندي على الأقل عقدتين بداخل التربة. ثم نقوم بسقيها حتى خروج الماء من فتحات الصرف. هنضعها في مكان ظليل. إن شاء الله في خلال أسبوع بتكون أخرجت الأوراق الجديدة ونمت وأصبحت نبات جديد. طيب، كيفية الحصول على البذور لإجراء عملية الإكسار للنبات عن طريق البذور؟ هذه الزهور كما تلاحظون بنبات الريحان تتحول فيما بعد إلى ما يشبه غصون زهرية، غصون زهرية هكذا. هذه الغصون بها البذور. كيفية الحصول عليها؟ نقوم بقص هذه الغصون ثم القيام بفركها للحصول على البذور التي بداخلها هكذا. كما تلاحظون في عدد لا بأس به من البذور السمراء، بذور لنبات الريحان. نقوم بزراعتها كيف؟ نقوم بنصر هذه البذور على سطح التربة، تربة مناسبة هكذا. ثم نقوم بسقيها حتى خروج الماء من فتحات الصرف. إن شاء الله في خلال 4 أيام أو 5 أيام إن شاء الله بيكون بتخرج البادرات من هذه البذور وتتحول إلى نبات ريحان جديد. النهاردة تعرفنا على طريقة إكسار نبات الريحان بطريقتين، عن طريق العقل وعن طريق البذور، وكيفية الحصول على البذور وكيفية عمل العقل. مع وعد بفيديوهات أخرى لنباتات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.